السلام عليكم، معكم يوسف سليم. النهارده هنشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل جدوله لتغريده على تويتر بحيث ان هي تتنشر في اليوم اللي احنا نحدده والتاريخ اللي احنا نحدده بدون حاجه للاتصال بالانترنت. كل علينا ان احنا نفتح سفاري ونكتب twitter.com/compose/tweet. طبعا هتلاقي برضو نفس الرابط ده مدمج مع الفيديو ده، كل عليك ان انت تضغط عليه وهيفتح لك نفس الصفحه اللي هتظهر معانا. انا هعمل لصق للرابط عشان اعمل له نسخ. Paste and go. Button. Paste. Safari. إضافة استقلاع. هيفتح معاك الصفحة دي، صفحة كتابة التغريدة اللي احنا كلنا عارفينها. كل علينا ان احنا نكتب التغريدة. ماذا يحفظ علامة نص التغريدة؟ نضغط على نص التغريدة. Insertion point. نون. نكتب مثلا تجربة. تا. Quotation mark. حا. جيم. جيم. واو. را. را. قاف. باب. باب. تا مربوطة. تجربة. تا مربوطة. جدولة التغريدة. بعد كده هتلاقي زر في منتصف الشاشة اسمه جدولة التغريدة، كل عليك ان انت تضغط عليه. الدقيقة 46 الوقت سنة يوم شهر يونيو. تقدر تحدد التاريخ زي ما انت عايز، هتبدأ من الشهر شهر الشهر يونيو. اللي انت عايزه يناير فبراير مايو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر مثلا نوفمبر شهر نوفمبر يوم 27 برضو تقدر تختار اليوم من هنا سنة والسنة الوقت والوقت ممكن بس نغيره الساعة. حد لما الدقيقة. يبقى 46 pop up button الدقيقة. صفر مثلا 00 button الدقيقة تمام هيتنشر الساعة 5 شرطة الإعلامي انا بيقول لك عايزها صباحا ولا مساء كل عليك ان انت تضغط عليها شرطة المنطقة الزمنية dismiss context dismiss pm عندنا am و bm am طبعا يعني صباحا bm مساء هنختار pm pm شرطة الإعلامي بعد كده نضغط على سيتم الإرسال التاريخ سيتأكيد تأكيد. بعد كده نضغط على جدولة هو اوتوماتيك المؤشر بيروح عليها جدولة سيتم إرسال تغريدة في الأحد 27 نوفمبر 2022 الساعة 5 مساء تنبيهات غير مقروءة تنبيه وزي ما سمعنا هو قال لنا الميعاد اللي هتتنشر فيه. طبعا احنا لو حابين مثلا نحذف التغريدة دي حابين نعدل عليها او نعمل عليها اي تغيرات او حتى نشيلها بشكل كامل كل علينا ان احنا نفتح نفس الصفحة حقق النجاح حذف selection noon misspelled edit paste لصق اذهب اذهب twitter beta open the twitter beta app جدولة التغريدة اضافة رمز اضافة هيفتح معك نفس الصفحة كل علينا ان احنا نروح على اضافة يمكن نصب ماذا اختيار غرد التغريدات غير المرسلة التغريدات الغير مرسلة نضغط عليها التغريدات غير المرسلة heading leveled السيتي مستعدة للاحتفاء التالي مجدول selected بعد كده مجدول selected مجدول ونتحرك بالشكل العكس لحد زر المسك السابق تعديل تعديل تم السابق المس التالي وتلاقي التغريدة بتاعتك كل عليك اللي انت تحددها check. سيتم التجربة إلغاء حذف تقدر تعمل لها حذف لو مش عايز تحذفها كل عليك اللي انت تضغط على التغريدة من دون الضغط على زر التحديد وهي تقدر تعدلها بدون اي مشاكل وتقدر برضو تغير التاريخ لو انت حابب. يعني كان معكم يوسف سالم وسلام.